على تويتر بهذه البشرة ستكون بمنزلة تغير محوري فترقبا واسعا في وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي التي امتلأت. نحن بانتظار كلمة الرئيس رجب طيب أردوغان، هل وصل إلى قصر دولما باهجة وكيف هي الأجواء؟ البشرى الأنظار تتجه في تركيا وربما في العالم إلى أسطنبول وإلى كلمة الرئيس المرتقبة لمعرفة ما هي هذه البشرى. كثير من التوقعات الشعبي العزيز أعزائي الأعضاء في كما أن هذه الطاقة أيضا مهمة جدا من الناحية الأقامات في هذا الصدد، ووجدنا أيضا بعض الدول التي قامت باستنزاف بعض هذه الدول. نحن لا نريد أن نرمي استطاعت أن تحقق أكبر اكتشاف لمنبع الغاز الطبيعي في البحر الأسود. الله يحييك أردوغان ومحيي شعب التركي. الله يقويك ويطول بعمرك. ما شاء أردوغان. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء العمل. هذا البطل، هذا الرئيس الشعبي. الحمد لله الحمد لله. متر مكعب من الغاز الطبيعي وهو أكبر حق الغاز بالنسبة. أنا بهني أردوغان وشعب التركي على لقاءات هالنفط، لأنه بيستاهل أردوغان. حوى شعب السوري، حوانا عنده بتركيا، دخلنا استقبلنا بتركيا، دخلنا فدعنا بيته، فدعنا بيوته، فدعنا شوارعه، فدعنا المستشفيات. بهنيه على البترول من أخ أردوغان. أنا بهني الشعب التركي وبهني الحكومة التركية وبهني أخونا أردوغان على الانتصار العظيم.